محمد عبد الرحيم مدير قصر الشهداء لعزبة الألف الهيئة العامة لأصول الثقافة. أول ما أنزل اقرأ. فالقراءة من الأشياء اللي بتخلي الإنسان يزداد فكر وتوسيع الأفق حتى يتعامل مع الناس في كل المجالات. الله طبعا قلة الإمكانيات المادية بتخف عائق، ولكن احنا بنشتغل يعني بما يعني مما تسعى الينا من 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 إمكانيات، ولكن قلة الإمكانيات المادية هي العائق الوحيد امام قصور الثقافة عامة في مصر. في فترة الصيف طبعا انا عايز الطلاب يهتموا بقصور الثقافة بانهم يستغلوا اوقاتهم في اجازة الصيف انهم يروحوا قصور الثقافة. يعني حتى اللي عنده نشاط فكري، اللي عنده نشاط فني، اللي عنده نشاط مثلا في الفن التشكيلي، حتى يضيع الوقت في حاجة مثمرة ومفيدة من القراءة والكتابة والمهارات الفكرية.